مساء الخير. حديث المفتشين العموميين لا يفارق الشارع والمشرع والحكومة جميعا مع ما يكتنفه من جدل وحراك وقرارات حكومية يتم التراجع عنها وقرارات برلمانية لا يؤخذ بها. النزاهة النيابية تقول صالات القمار تحت حماية شخصيات متنفذة ولدينا الأدلة. هذا يجري والبرنامج الحكومي يراوح بين الأهواء والسياسات والإرادات، لكن كل ما يجري يمر على وجه أب مطلق حزين لا يسمح له القانون بمشاهدة أولاده إلا ساعتين كل أسبوعين داخل بناية المحكمة. النزاهة النيابية، ضباط شرطة ومتنفذون يحمون الملاهي وصالات القمار. مصادر برلمانية، تعيين المفتشين الجدد يسرع بخطوات إلغاء مكاتبهم وبالقانون. البرنامج الحكومي يراوح بين الأهواء والإرادات وواقع الإنجاز. لقاء في المحكمة لساعتين بين الأب المطلق وأبنائه وفق المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية. كشف مصدر حكومي مطلع صدور قرار بالتريث في استحداث مكتب للمفتش العام في البنك المركزي العراقي، وقال المصدر انه استنادا للنصوص التشريعيه في الامر 56 لسنه 2004 قانون البنك المركزي وللاستقلاليه التي يتمتع بها البنك المنصوص عليها في القسم واحد من نص الامر، تقرر التريث في استحداث مكتب للمفتش العام في البنك المركزي اشاره لاقتراح هيئه النزاهه، وكانت اللجنه الماليه النيابيه اعترضت على تعيين مفتش للبنك المركزي معتبره ذلك خرقا لاستقلاليته وتجاوزا لقانونه. هذا وانتقدت النائبة زيتون الدليمي الأمر الديواني بتعيين 23 مفتشا عاما في وزارات وجهات وهيئات حكومية وعدته خرقا لقرارات البرلمان، مؤكدة أن خطوة الحكومة هذه ستسرع في طرح مشروع قانون إلغاء مكتب المفتش العمومي للتصويت. مصادر برلمانية، تعيين المفتشين الجدد يسرع بخطوات إلغاء مكاتبهم وبالقانون. البرنامج الحكومي يراوح بين الأهواء والإرادات وواقع الإنجاز. قرار مجلس الوزراء تعيين مفتشين عموميين جدد في وزارات ومؤسسات حساسة أمر اعتبر رئيس مجلس النواب وشخصيات نيابية أخرى تجاهلا لقرار برلماني مبدئي ساري المفعول بتجميد عمل هذه المكاتب وعمل المفتشين العموميين. الطرف الحكومي يبوب تجاهله لقرار البرلمان باعتبار أهمية المفتش بكشف الفساد، وأيضا عدم إبرام قرار مجلس النواب بقانون مصوت عليه وليس مجرد قرار. هنا ينبري المعارضون لمنظومة المفتش عموما فيقولون لا ضير من إيقاف عمل المفتشين بقرار على اعتبار أن مناصبهم أساسا تم استحداثها من الحاكم المدني بريمر بقرار، فما الفرق؟ لكن بريمر كان حاكم مدني قبل تشكيل البرلمان، فقراراته كان لها قوة القوانين على اعتبار كان يجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بنفس الوقت، وهنا مكمن الفرق. البعض يقول ليس العجيب تمسك رئاسة الوزراء بالمفتشين، العجيب حقا طريقة التعيينات والمناقلة والأشخاص اللي تم تعيينهم، وبدون ذكر التسميات الأمثلة عديدة. مثلا مفتش مقال في الشهر الخامس يعاد الآن مفتشا لنفس الدائرة اللي أقالته، وينقل في نفس اليوم مفتشا لجهاز أمني حساس. إذا كان بهذه الكفاءة، إذا لماذا تمت إقالته من دائرته قبل 3 أشهر؟ أيضا البعض يعترض على اختيار مفتش وزارة الدفاع لأسباب تتعلق بعمل السياسي. كل هذا كلام فيه أخذ ورد، الموضوع الذي لا تفسير له لحد الآن. شنو سر حركة تنقلات المفتشين بين الدوائر المختلفة؟ بمعنى أنه التفتيش يحتاج بالتأكيد إلى خبرة متراكمة، ثم ينقل المفتش بعد أن يفتهم مفاصل الدائرة اللي يعمل بها إلى دائرة أخرى لا خبرة له بعملها، ويأتي بدل مفتش جديد بحاجة أيضا إلى خبرة، بالتالي بحاجة إلى وقت، إلى أيام وأسابيع وأشهر حتى يفهم عمل الدائرة. هنا جاي نعيد دورة العجلة
من جديد. حول هذا الملف الذي أثار جدل كبير بين البرلمان والحكومة معنا هنا في الاستوديو عضو اللجنة القانونية النيابية السيدة عالية نصيف، أيضا العضو المراقب في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد السيد سعيد ياسين موسى. أهلا وسهلا بحضوركم ويا هلا مرحبا. أهلا وسهلا، حياك الله. الله بالخير. الله بالخير والرحمة. هي سيد عالية، خلي البداية وياك ومن الضجة اللي أثرتوها صار لكم أيام، اعتراض على شأن تنفيذي حكومي. يقول لك من حق رئيس الوزراء سيد عادل عبد المهدي إجراء مناقلة بين المفتشين، تعيين مفتشين جدد على اعتبار الأمر يخص السلطة التنفيذية، لا يحق للسلطة التشريعية الاعتراض إلا بقانون وهو الآن غير متوفر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أستاذ العزيز والضيف الكريم ومشاهدي قناة الشرقية. يا هلا مرحبا. خلينا أنا أسألك سؤال، هل المفتشين درجة خاصة؟ درجة وكيل وزير. زين. فهم درجة خاصة، وبالتالي نرجع إلى آليات اختيار الدرجة الخاصة وفق المادة 61 من الدستور، أن يتم اختيارها من الحكومة والمصادقة من مجلس النواب، رقم واحد. رقم اثنين، ألم تكن هناك مادة في الموازنة ألغت كل التعيينات بالوكالة التي لم يصادق عليها مجلس النواب؟ ألم يتم تأجيل هذه المادة لمدة 3 أشهر وأعطيت فرصة للحكومة من أجل إنهاء ملف العمل بالوكالة على أن يتم المصادقة على أي من الدرجات الخاصة في مجلس النواب؟ هذا يعني بأن لا يحق للحكومة إصدار أمر تعيين وإنما ترشيح إلى مجلس النواب والتصويت عليه. في المصادقة عليه رأي آخر هنا قانوني. إذا يقول لك هاي المادة تنتهي، يقول لك عندما ينتهي المصادقة يعتبر معين. أكو رأي معاكس يقول لك المادة 61 من الدستور تحدثت بالفعل عن صلاحيات مجلس النواب في التصويت على الدرجات الخاصة، لكن جاءت بنص عام، لكن الأمر 57 نص خاص وأكو مبدأ قانوني الخاص ويقيد العام. هسه هذه خلصنا فيما يتعلق بالدرجات الخاصة، ودليلي على ذلك كل الدرجات الخاصة من الوكلاء بقت معلقة لحين المصادقة عليها في مجلس، وفي حين المدراء العامين تم التصويت عليهم من مجلس الوزراء. تمام. نجي إلى قانون بولبرايمر اللي هو 57 اللي صدر عندما كان يمتلك الحكومة السلطتين التشريعية والتنفيذية. تمام. وبالتالي المادة 143 من الدستور تقول يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقاته عند قيام الحكومة الجديدة. يعني شنو الحكومة الجديدة؟ يعني تكون عندنا حكومة وتكون عندنا سلطة تشريعية. يلغى مادة 143، يلغى القانون، قانون إدارة الدولة الانتقالية. طيب، يعني كل قرارات تلغى تعتبر باطلة عدا المادة. شوف، عدا قانون 58 مو 57، 58 اللي يتعلق بمنه؟ يتعلق بكركوك اللي بقى لحد الآن معلق. أجيك أزيدك من الشعر بيت. الفصل الرابع اللي يتكلم عن الهيئات الخاصة اللي يعتبر المفتشين أحد دواوين الرقابة اللي تعتبر من الهيئات الخاصة. أزيد. تمام. أزيد. من المادة 102 إلى المادة 108 محددة من هي الهيئات الخاصة. يعني هيئة النزاهة موجودة، ديوان الرقابة موجودة، مفتشين ما موجود. هاي عندك 102 إلى 108 اقراهن. وبالتالي خطوة رئيس الوزراء غير قانونية وغير دستورية. غطاء دستوري إلى مكاتب المفتشين سوى قانون بولبرايمر لرقم 57 الملغى حسب الدستور. وبالتالي لا يحق لرئيس مجلس الوزراء تعيين، وإنما يحق إذ ما أراد ترشيح وبمصادقة مجلس النواب. بهذه الخطوة التي أقام بها تعتبر مخالفة للدستور ومخالفة حتى لقانون بولبرايمر، حتى إذا رجعنا سلمنا بأن قانون بولبرايمر لا زال نافذ المفعول. حسلم وياك أقول أن أمر سلطة الائتلاف يقول يخضع بعد تشكيل الحكومة إلى رقابة مجلس النواب، يعني ما يخضع إلى الحكومة، يعني ليس جزء من الحكومة. ما ممكن الحكومة أن تعين من يراقبها، ليس للحكومة أن تمتلك. يعني إحنا اليوم دا نعمل في منظومة وكأنما دا نبني بناء خطأ. يعني قول للمفتش شلون حيراقب الحكومة وهي معينته؟ أنا أقدر أعينك وأنت تراقبني؟
والله هذا تساؤل منطقي سيد سعيد. وبالتالي شلون اعين واحد واني اعطي راتبه واني المسؤول عن معاقبته وعن ترفيعه وعن علاوته واقول له تعال راقبني؟ يقول لك هذه المكاتب لا غطاء قانوني ولا سند دستوري لها، وما قام به السيد رئيس الوزراء غير قانوني وغير دستوري. كان الاولى ان سلمنا بان الماده 57 الامر الخاص ببريمر 57 ما زال ساري المفعول، فكان الاولى برئيس الوزراء ترشيح الاسماء الى مجلس النواب وهناك الرفض او القبول. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك صديقي سار علي وسعادة النائب. أهلا وسهلا. الحقيقة يعني هذا الجدل طويل، وأساس هذا الجدل هو التنازع في السلطات والتمدد سلطة على سلطة. زين. ها واحدة. لأنه يعني نشوفها وإحنا عمليا يعني نراقب ونرصد كمجتمع مدني وعندنا مؤشرات نتابعها. هذه المؤسسات مؤسسة قانونية، وإذا ليست قانونية صار 14 سنة. مو 15 نقول 14 13 سنه روح المحكمه الاتحاديه الغوا هالمؤسسه. يعني ليش احنا كل سنه هذا الجدال؟ ليش تقبلون عليها بعدين؟ يعني المشرع يقبل عليها، مجلس النواب كمؤسسه يقبلون عليها. ليش هذا الجدال القانوني على اعتبار هناك اراء قانونيه اخرى معاكسه لما قالته سعاد المصيري؟ هذا دستور وقانون لا يمكن الخلاف عنه. لا هنالك مؤسسه، هذه المؤسسه تشريعيه، خل تلغي. صح. خل تلغي. يعني بدون يعني حقيقة صار سنوات كل سنة من يصير ترشيحات من يصير كذا من أجل للحصول على بعض المناصب، لو ألغيك لو أخذ بهالشكل. نعم لو ألغيك لو تعطيني كمفتش عام. هذا الواقع. الآن أنا معلوماتي دقيقة، جزء أختي محسين يعني عندها معلومات أكيد يعني هي معلومات أدق من عندي أو دستورية قانون ما تتكلم عنه. وهذا جانب. جانب الآخر، مؤسسة كمنظومة رقابية مكاتب المفتشين هو جزء من الرقابة الداخلية، الرقابة التي بيد الحكومة اللي بيد السلطة التنفيذية. شنو فائدة هاي الرقابة؟ يعني هاي الرقابة ساعدت الدولة؟ لا هاي الرقابة ساعدت الدولة. نعم. بكشف. نعم. حالات فساد وملفات فساد. يقول لك هي باب من أبواب الفساد والابتزاز. جميع مخرجات مكاتب المفتشين هي مدخلات هيئة النزاهة ومن ثم تروح القضاء. هنالك رؤساء مؤسسات يعني وزراء كانوا يؤخرون التحقيق الإداري. زين. حتى شوف ست سنين سبع سنين يؤخرون التحقيق الإداري من أجل عدم استكمالها أمام القضاء المختص، يعني قضاء محكمة الموضوع، ولذلك يتم التعطيل والناس كلنا نصيح. أنا واحد من الناس نقول ليش ما نختص من هذا هو الفراغ. أكو نوع من الفراغ ويتم إساءة استخدام هذه الفراغات اللي بالقانون. اللي تريد تقوله يا سيد سعيد من اللي أريد أقوله لهذه المكاتب غطاء. لا حتى أنا قبل ما أدخل بالجنبة السياسية، مكاتب المفتشين مؤشر لها غطاء مؤشر قانوني ودستوري، ومن حق السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء إجراء مناقلة أو تعيينات جديدة عند مجلس النواب اعتراض، أما الذهاب للمحكمة الاتحادية أو إقرار قانون بإلغاء هذه المكاتب. حسب القانونيين اللي أنا يعني عندي مستشار قانوني بالإضافة للجهة القانونية اللي تم الاعتماد عليها، الإجراء الدستوري وقانوني. الإجراء الدستوري وقانوني. نعم الإجراء الدستوري. وبالفعل أكو المشكلة المشكلة في مكاتب المفتشين صندوق الأسود مال المؤسسات كلها. إحنا ليش بدنا ندخل بهذا الجدل؟ لا إحنا ليش بدنا ندخل بهذا الجدل؟ يا مجلس نواب المعترض، يا مجلس نواب المعترض ست علي. نعم. أما الذهاب للمحكمة الاتحادية أو إقرار قانون، إحنا أنتم مو وقفتوا يوم القراءة الثانية؟ نعم نعم. كملوا اليوم أنا ذكرت لك المادة 61 وذكرت لك الفصل الرابع وذكرت لك المادة 132 بنقاشنا على بالنظام الداخلي وذكرت لك 59 فقرة 2 ذكرت لك قانون ومواد دستورية. تقول لي عنده سند، أقول لك اعطيني السند القانوني. هذا واحد يعني يوم أنت تقول لي أكو غطاء أقول لك اعطيني السند القانوني. أما أن تتكلم عن خارج منطوق الدستور والنظام الداخلي والقانون أنا ما أفتهمه. هذا واحد. ممتاز. هذا التنازع احنا كمجتمع مدني ننتظر هذا التنازع ينحل بين الحكومه وبين العزيز. خل اكمل لك اليوم انت قلت التنازع. اليوم احنا اكو خلاف دستور. لا مو قصه خلاف، لا تدخل الموضوع خلاف بخصوص هذه النقطه بالتحديد. هناك عدم انسجام، عدم توافق في الرؤى بين البرلمان والحكومه. مصالح مصالح لا مصالح مصالح لا تقول لي خلاف الدستور
القانون والنظام الداخلي. الحكومه يقول لك اكو قوه سياسيه تريد السيطر على الوزارات، ما اسمح لها اعين مفتشين على اعتبار المفتشين اداه مهمه في محاربه الفساد. حدث العاقل، انت اليوم هذه المكاتب للمفتشين هي رقابيه، هي جزء من فصل كامل وضع الدستور قال هذن الهيئات تراقب. اني اخلي رقيب، اعين رقيب واخلي على نفسي، يعني انا اكون الحكم والخصم في ان واحد في اي منطقه، انا ما اقدر اراقبك ما دام انت عينتني، ما اقدر اراقبك. هذا واحد. ارجع القانون بول ابراهيم رقم 57، تدري ايش يقول؟ يقول تعيين المفتشين في الوزارات فقط، وليس لك يا رئيس الوزراء ان تعين بمؤسسات هي جزء من 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 الاستقلاليه اللي ذكرها الدستور بالفصل الرابع. فقط بالوزارات. اليوم راح للبنك المركزي، أنا مصر على عدم الدخول حتى الآن في الجنب السياسي. خلينا في الجنب القانوني. عندكم طريق من طريقين، لازلت في الجنب القانوني، طريق من طريقين، ماشي. يا هو حتسلكون يا المحكمة الاتحادية يا استكمال قراءة القانون وأقراره. شوف، هو الأخ ذكر بأن مخرجات هيئة النزاهة وين؟ من المفتشين. إذن هيئة النزاهة المفتشين، هيئة النزاهة وللقضاء. إذن ليس لقيمة، ليس أي قيمة اعتبارية لهيئة النزاهة طالما تعتمد في مخرجاتها على من؟ على المفتشين. يعني من تأخذ؟ هو ده يقول، هسه ده يقول كل مخرجات هيئة النزاهة من تقارير المفتشين. زين، تمام. إذا هيئة النزاهة شنو قيمتها؟ إذا هيئة النزاهة ما عندها عمل، إذا خلينا نلغي هيئة النزاهة لأن ما عندها عمل. يعني إحنا لازم نلغي هاي وحدة. أستاذ العز، غيرك عمل، أنا شو أسوي بالمؤسسة إذا ما تعطيني إنتاج؟ هذا شيء ثاني أريد أقول. يعني زين، رد ذكر إيش قال؟ قال المفتش يقوم بعملية التحقيق الإداري. خل أثبت يمك. الرقابة الداخلية. الرقابة الداخلية. خل أثبت يمك. للمفتش يمتلك التحقيق الإداري. لا اسمح لي. شوف دورة حياة الفساد. الملفات إلمن تحال لهيئة النزاهة. هيئة النزاهة التحقيق الذي تقوم به غير معتبر. والقضاء التحقيقات الذي تقوم بها غير معتبرة. كلاهما يرجعون بالملفات وين؟ الى الوزاره اللي بها منو قاعد؟ قاعد المفتش. المفتش يسوي حيحقق. المفتش جزء من من؟ من وزاره. هل يعطي بوزارته؟ شوف دوره حياه الملفات الفساد. عندما توصل للمفتش اللي هو لازم يحقق اداري، اولا ما ينطب وزارته، ثانيا يرفع تحقيقاته وين؟ للوزير، حتى يصادق على مخرجات المفتش، حتى يقول انا سويت تحقيق. اغلب الوزراء هم سلسله المحاصصه، ما ينطب الوزير الاسبق. شفت هاي الدوره سيد سعيد؟ فاذا دوره إذن، ولهذا اذا مكاتب زايد. خل اقول لك مكاتب ما حتحقق شيء على صعيد حتى ارسخ القناعه عندك. لا لا، حتى احنا شوف احنا مفصل مفصل، لا تقول لي انت تعمم حتى والله ده تعطي وجهه نظر. شوف احنا عندنا تجربه 15 سنه، نصينا في قانون المفتشين الرقابة السابقة، يعني يراقب قبل وقوع الجريمة، يعني يمسك الجريمة قبل وقوعها. زين. ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة، القضاء رقابة لاحقة لوقوع الجريمة، تقع الجريمة ويمسكها القاضي، بينما المفتش قبل أن تقع الجريمة، لأن يعني قاعد هو يتابع العقد، هو يتابع المخالفات الإدارية والمالية. في دينك، في 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 ضميرك، 15 سنة اي قضيه فساد اعلنت من قبل المفتشين من خلال تقاريرهم، والا اقول مو هي هاي ال 15 سنه وين كنتوا عنها؟ ليش الان بالسنه او بالسنتين الاخيره ذكرتوا اكو مكاتب ما لها داعي لازم نلغيها؟ قبل ما تجاوبين على هذا السؤال، شفت هاي الدوره؟ سمعت هاي الدوره؟ مكاتب زايده ما لها داعي، جاي نصرف اموال، هذه المكاتب لا تقدم شيء على صعيد مكافحه الفساد، واحيانا حسب قول بعض البرلمانيين تكون باب من ابواب الفساد والابتزاز. مو احيانا، دائما. لا مو هيك، هذا الموضوع ما ينفهم هيك. احنا كمتابعين وناشطين في مجال مكافحه الفساد الموضوع ننظر له بشكل ثاني. عندنا في العراق فساد سياسي يستخدم النفوذ السياسي، زين، يتاجر بالنفوذ السياسي، يستثمر النفوذ السياسي في اقرار تمرير تعيين التجاوز على السلطات، وهذا ما موجود عندنا. سلطة لا مركزية، محافظة تتجاوز على سلطات اتحادية، اتحادية تتجاوز كذا، مجلس نواب يتمدد على حساب السلطة التنفيذية. وين تريد توصل؟ ما معناه هنالك تنازع ما بين السلطات، وهذا التنازع يتم التسويق إلى للجمهور للاشتباك في الآراء، يضيعون حق الجمهور ونتيجة الفساد. احنا الان عندنا 300 مليار كم قرر رئيس وزراء، عندنا 300 مليار دولار فساد في العقود. لو نجي احنا ليل نهار نصيح والنادي على اللجان الاقتصاديه، 300 مليار دولار هي رايحه للجان الاقتصاديه اللي هي اصحاب اطراف سياسيه،
خلنا نراجع البارحة. يعني أنا أستنتج من هذا الكلام أنه هذا الحديث المطالبات بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين ظاهرها قانوني ويستند مرة إلى الدستور ومرة إلى النظام الداخلي وإلى آخره، لكن هي بالنتيجة حركة سياسية لأطراف تريد السيطرة على وزارات تعتبرها مغانم وما تريد أحد يحاسبها. النقطة الأخرى هذا الشيء في منظمات مجتمع مدني. أنا عندي بوصلة، البوصلة مالتي خطبة الجمعة وسبق وأن تحدثنا معك أيضا في الخطبة قبلها أو في الشرقية أيضا حكيتها في الحصاد. البوصلة عندنا المرجعية، خطبة المرجعية خلينا نحللها ونشوف من هو المسبب للفساد، هي الأطراف السياسية المتنازعة من أجل الحصول على مغانم. ما حد قال لكم لا تحاربون الفساد ولا تحاربون هذه الأطراف السياسية، ما حد بس مو عن طريق مكاتب يقول لك ما لها داعي، ما قدمت شيء. سيدي الكريم، مسألة العقود والمشتريات الحكومة حكومية أكو تكالب عليها مثل ما قالت المرجعية. أنتم معتبرين مكاتب المفتشين العموميين حلقة جيدة في محاربة الفساد بهذه التعيينات اللي تمت وبعض الأسماء التي رشحت. توصيفاتي أسميها صندوق الأسود، بعدين مفتش عام مو شخص مفتش، مكتب كامل. مكتب كامل. هذا الباب. أولاً خل أحكي لك هاي سيدي الكريم. يعني أنت من النفوذ السياسي استغل من أجل استدراج عقود أو استخدام في سمسرة للحصول على عقود ومغانم. هاي شو تسميها؟ نفوذ سياسي. أنا سمعت من وزير يقول نصاب تحقق عندي 161 نائب تحقق عندي خلال أسبوع في مكتبي. عندما أشوف وزير الصحة يقول 4000 معاملة. عندما اسمع وزير الكهرباء يقول اصبحنا مكتب متابعه. انا اقول لك شلون الموضوع، مكتب متابعه مكاتب، اصبحنا مكتب متابعه مكاتب متهمه سياسيا، يا مكاتب مكاتب المفتشين العموميين متهمة من قبل بعض الجهات السياسية بأنها بوابة من أبواب الفساد، والعكس هو الصحيح، هي من تحارب الفساد وهي مستهدفة من قبل بعض القوى السياسية اللي عندها وزارات ومصالح وكوميشنات وعقود وما تريد أحد يحاسبها. هو وين اللي بيسك الفساد؟ احنا شوف، إذا نريد نعمم ونقول الفساد، اسمح لي أستاذ العزيز، أنا انطيتك براحتك تكلمت. احنا هسه نقول، اذا نقول نريد نقول الفساد السياسي هو المنتج بالفساد المالي، والإدارة اتفق وياك، والمنظومة المفتشين هذا مسلم ومنظومة المفتشين هي جزء من المنظومة السياسية، لان ماكو مفتش مستقل. واتحداك هسه تقول لي واحد مستقل، اترجاك هاي التعيينات كلهم لهم هاي التعيينات السبعة الاخيرة الجديدة لهم خلفياتهم السياسية، الله يرضى عليك. إذا نقول بس المفتشين هم اللي يراقبون الفساد، قاعد إلغي القضاء والغي النزاع والغي الديوان الرقابة المالية. كمل حلقة. اسمعني. قلت لك قيم تجربة. اليوم المفتش تدري إيش صاير؟ جزء من منظومة الفساد. ليش؟ لأن محصن مصان. لا يمد قلمه ويوقع مثل الوزير ويتحمل مسؤولية واجيبه قدامي أستجوبه. كل شيء ما عنده، مجرد بالنظرة الفساد الصامت. من وجهة نظري الفساد الصامت، هذا العقد يمشي، هذا العقد يمشي، وقت ما يوصل الكوميشن. طبعا أنا ما أتكلم على كل المفتشين، ولكن المنظومة يعني أستثني ثلاثة، يعني الاستثناء هنا موجود والكل هو جزء من الفساد. هسه أنطيكش كم مفتش وحيلة للقضاء بالدولة العراقية، أريد أعرف. 33 ويا سبع سوانيات حصير 40 دولة كلهم 40 تابعين الى جهات حزبيه، واغلب هذول الأربعين فاسدين ومبتزين ومرتشين. لو كانوا لم يكونوا تابعين لجهات سياسيه كانوا مر القانون الغائهم. من حماهم قانون اللي وقف عند القراءه الثانيه، لا بالدوره الاولى استمرينا به في وقت سليم وقرا قراءتين نهايه الفصل ملحقنا بهذه الدوره. قرانا قراءه اولى، قرأناه من حيث المبدأ، تفاجأت القوى السياسية بأنها هتخرج، يعني تخسر جزء من نفوذها. أنت بس انتبه لي، وزير، مدراء عامين، وكلاء، مفتش، هؤلاء لا يستطيعون أن يقوموا شيء بدون أن يعطي كرت المرور. هذا كرت مرور الملك الفساد. صبري عليه شوي أستاذ عادية، البرلمان بهيك حالة من قسم قسمية. نعم. قسم عنده مفتشين مدافع عن وجود مكاتب المفتشين ولن يسمح بإقرار قانون إلغاء مكاتبه، هذا الحقيقة. وقسم مثل حضرتك
يعني تطالبون بالغاء يعني هذه المكاتب. انا اقول صريحه وياك. ايش يقول لي؟ ايش يقولوا لك البعض؟ لا انتم مو هذا همكم. همكم تكون عندكم حصه كتلوي. ما عندكم جزء. هسه لا مفتشين. لا دقيقه. مكتب. لا دقيقه. انا في دوله القانون ودوله القانون غير راضي على خطوتي في الغاء مكاتب المفتشين. استاذ العزيز انت لا تقول لي والله المتبنين لالغاء يعني المكاتب يردون مع بقاء المكاتب. نعم انا اكون صريحه وياك. دولة القانون ما أبقى المكاتب. تحرك لا دقيقة قد يكون ما رأي الأخي مو شرط إلا تكون لها حصص. قد يكون رأيها هناك من أقنعها زي. بأن هؤلاء هم المصد الأول وهم الكذا ووجودهم ضروري. كل واحد إلى قناعاته. أنا قناعتي من خلال تجربتي كمخضرمة من خلال استجواباتي وجدت بأن أغلب الملفات اللي استجوبت بها واللي سألت بها وزراء عابرة من خلال طاولة الوزير. عفوا انا المفتش. الفساد السياسي هذا مسلم به والكل متفق عليه هو المسبب الاول للفساد المالي والاداري. وانتم جاي تحاربوهم بسلسله من الحلقات واحده من عدها ومعتبريها جدا مهمه مكاتب المفتشين العموميين، يقول لك هم سياسيين. هم ذول الأربعين الموجودين بعد السبعه الجدد كلهم سياسيين منتمين الى جهات سياسيه. تكاد لا تكون واحده من هذه الجهات غير متهمه بملف او ملفات عديده ملفات فساد. نفس الدفاع عن أحد حقيقي هذا من أجل تجاوز الموضوع ونقول هذا سياسي وهذه حصة وما شابه. هسه الآن الحكومة تتحمل 17 جدد اللي تم تعيينهم الحكومة تتحمل مسؤوليتهم استكمال المنظومة الرقابية الاستباقية والبعدية والتحقيقية والاسترداد وما شابه. هذه المنظومة إذا ما تستكمل وتؤدي دورها ما تقدر تراقبها وتلاحقها بشكل صحيح. هذه المنظومة ناقصة لحد الآن، ناقصة تشريعيا، ناقصة إداريا. عيد لي يا منظومة سيد. منظومة رقابية متكاملة هي زين. يعني بين مكاتب بين ديوان الرقابة المالية بين هيئة النزاهة زين. الحكومة ما عندها ذراع تنفيذية رقابية سوى المكتب مكاتب المفتشين. يعني أنت تحاسبني هسه أنا إذا أكون مسؤول ما أقبل والله وما أصير حكومي إن شاء الله طول عمر. أنت هي حقيقة يعني من تجيب رئيس الوزراء أنا حاسبه هسه إيه؟ أنا نائب وإن شاء الله ما أصير وما أصير أنا نائب حاسب رئيس الوزراء. رئيس الوزراء راح يقول لك أنت ما خلي شيء ده طب الوزارة ده طب كذا ده تلغي لي مكاتب ده تلغي لي كذا. أنت على أي أساس تحاسبني؟ أنا أكمل سلاح مجلس الوزراء ومن ثم أبدي حاسبه وسائله. هاي أنا إذا ما تستكمل هذه المنظومة ما يخالف هذا شيء. شيء متفقين وياك شيء سعيد متفقين مع هاي وجهة النظر. يقول لك سلاح أنا أسألك سؤال مجال إعلامي. سلاح بيد رئيس الوزراء، سلاح بيد الحكومة، بيد السلطة التنفيذية من أجل المراقبة والمحاسبة. احنا دولتنا برلمانية غير ما يخالف غير أستخدم أدوات عندها خبرة عندها كفاءة طبعاً. مشهود لها بالنزاهة غير منتمية إلى جهات حزبية وسياسية اللي هي متهمة اللي هي متهمة بالفساد على اعتبار الفساد السياسي مثل ما قلنا مسبب للفساد المالي. أنا جبت شخصيات جانب المؤسسي غير جانب الأفراد وهي تابعة لأحزاب يا سيد سعيد. هي بالنتيجة تابعة بس ما أقدر أقول كل الحزب هذا فاسد. يعني ليس من المروءة هنالك أفراد في هذه الأحزاب. تعرف شنو صار؟ هذا الاختيار خصوصا الاختيار الأخير إرضاء لبعض القوى السياسية حتى ما يمشي هذا القانون قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين. أنا عندي كلام بالفعل أنتم غير قادرين على تمريره. بس اسمح لي أرجع لك أرجع لك بس هاي نقطة مهمة. البرلمان غير قادر على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين. إيه فعلا أنا أقول لك صحيح. تدري ليش؟ لأن صوت من حيث المبدأ وانتبهت القوى السياسية بأن إحنا دا تفقد جزء من نفوذها ودا تفقد جزء من صمام أمان لعقودها الفاسدة. روح للمحكمة الاتحادية. خل أقول لك شيء هسه احنا هو ضيفك الكريم ده يتكلم وكانما الدوله بيها بس مكاتب مفتشين. خلينا نعدد الجهات الرقابيه خلينا نعددها. هيئه النزاهه، ديوان الرقابه الماليه، مكاتب المفتشين، لجنه النزاهه في مجلس النواب، لجنه النزاهه في مجلس المحافظه، مجلس اعلى لمكافحه الفساد، دواوين رقابيه في كل داخليه، رقابه داخليه في كل وزاره، رقابه تفتيشيه في كل وزاره، نزاهه في كل وزاره. رحمة على ذاك والفساد واصل للستار والفساد واصل للستار. استاذ العزيز اليوم احنا هذا التعدديه اصبحت مصدر ضعف وليس مصدر قوه وبالتالي لابد من تقنينها. لذلك احنا سوينا في تلك الدوره شرعنا قانون الادعاء العام الغينا المكاتب كبديل. ليش؟ لان قلنا القاضي وجوده في الوزارات تكون له هيبه سلطويه. سيقول تداخل في السلطات وهذا القانون يعارض ويا الماده 47.
القرارات الاستثنائية تحتاج إلى ظرف استثنائي، واليوم إحنا بظرف استثنائي في مواجهة الفساد. عندي رأي، يعني إلى قرار عندي رأي وهو رأي مطروح. أنتم غير قادرين باعترافش، البرلمان غير قادر رغم كل هاي الضجة والاعتراضات على تمرير قانون إلغاء مكاتب المفتشين. مو غير قادر، لو توفرت الإرادة قادر اليوم بهذا القرار. غير بهذا القرار أصبح أكو غير خط ممكن أسير باتجاهها. محكمة اتحادية؟ لا مو المحكمة الاتحادية. قرار قانون جديد ينظم عمل المكاتب وعملية الاختيار وعملية الترشيح وإلى آخره. تقنين دا نسوي، رشحنا شرعنا قانون الدعاء العام ودريد نلغي المكاتب، قامت الدنيا. احنا مو مقادرين، احنا لو بس مجلس النواب يترفع عن قرارات مجلس قيادة الثورة، ايش تدري شنو يعني انا اسميها مجلس المجلس السياسي لرؤساء الكتل السياسية. انت جاي تعولين على افراد، ما جاي تعولين على رؤساء الكتل السياسيه. هذا الدعوه العدليه، هذا مو مضمون. لا مضمون. مضمون. دليلي على ذلك قرئ قراءه اولى وصوتنا من حيث المبدا على تشريع هذا القانون. اليوم بعد هذه القرارات الحكوميه التي خالفت كل القوانين والدستور، توفرت اراده سياسيه حسب علمي لدى رئيس مجلس النواب ونوابي، ولاحظت التصريحات اللي صارت كلها توجهت بوصلتها بان اصبحنا امام ضروره الغاء المكاتب، لان شفنا التسميات السياسيه اللي جتي السابقه واللاحقه. اعدت لك ايش كم مفتش انحال للنزاع، مفتش اللي المفترض ان يكون مثالي ومنزه. اللي انحكم بالسمسره. كم مفتش؟ مفتش 4-5 من المفتشين في هذه الدوره انحالوا للقضاء. شنو في هذه الدوره؟ في هذه السنه موجودين حاليا، رشحوا هسه حاليا، هسه رشحوا بهاي السبعه يعني. نعم واحد من عندهم هسه ترشح، طلع الغير مفتشيه، الغير وزاره ما بيها فليسات. أيه؟ مال الشهداء والسجناء نقلوها الوحده بيها فليسات. هسه من دول السبعه اكو ناس متهمين بقضايا فساد وملفاتهم من هيئه النزاهه. خليني اقول لك، قانون برايمر يقول لي دورتين. تدري اكو بعضهم هسه اللي ترشحوا 14 سنه صار له مفتش، شنو هذا؟ مقله الخير ولا مقله الكفاءات؟ وهذا ما يصير. اختم لي سيد سعيد. حقيقة يعني بالخلافات الشخصية يعني ما أحب أتدخل يعني. وين الخلافات؟ المهم يعني عدد لك عدد اللي عليهم ملفات فساد. هذا الموضوع تقول لك 4-5 وحيد القضاء، 4-5 من المفتشين. المفتشين عند القضاء تعلق الأمر. تقول لك أكو من ذول المرشحين الجدد متهمين بقضايا فساد. قدر تعلق الأمر. إحنا كمجتمع الشعب ومصلحة الشعب والمواطن شو العلاقة؟ قدر تعلق الأمر. إحنا كمجتمع مدني نضم صوتنا إلى صوت المرجعية ونهيب بمجلس النواب ونراهن على النزيهين وهم الأغلبية الساحقة، ونراهن على الإرادة السياسية للحكومة من أجل استكمال المنظومة الرقابية ومحاسبة المفسدين وعدم التسامح. والطالبون بهاي الحالة حتى نبقى بصميم يعني محورنا وموضوعنا، الطالبون بإقرار قانون ينظم عمل مكاتب المفتشين العمومية. نقطة طريقة اختيارهم، طريقة ترشيحهم، عملهم. النقطة الأخرى حقيقة وهذا أمر مفصلي، وناشد مجلس النواب على أن يشرعون قانون حق الوصول والحصول على المعلومات، لأن المعلومات عند الشعب محجوبة ولا نسمعها إلا من خلال التصريحات السياسية، ومن ثم تستخدم هذه المعلومة سياسيا ويتم حقيقة يعني إرباك الرأي الشعبي. أريد معلومة دقيقة موثقة حتى نحصل عليها. على شنو بتقضى؟ هذا أنا همين أطالب. لا أنا همين أريد مثلاً الكلام أنا كصحفي أوصل إلى المعلومة. هذا حق أنا. شوف أنت تروح تبحث لو تأخذ اسمع. أنا مع إقرار قانون حق الوصول للمعلومة وتنظيم جرائم المعلومات. مو هذا ينظف يحارب الفساد مو صحيح؟ نعم بالتأكيد. لا بالعكس يحميني أنا. يلا خلصوا الإرادة السياسية لإلغاء المكاتب لتشريع مثلاً قانون. يعني أنا اليوم هذا الكلام اللي تكلمته يومك يومية قائمة عليه دعوة، ما أريد قانون يحميني، فهذا قانون اللي دا يتكلم عليه بالعكس بالضبط يحميني أنا. هم فيارات يكون إلى تشريع. بس أنا أقول لك إحنا من 2008 إلى يومنا هذا مختلفين حول تشريع قانون مكاتب المفتشين، وحيبقى الاختلاف. أبشرك حيبقى الاختلاف. لا راح يتم إن شاء الله. إن شاء الله. أي تشريع محاربة الفساد ما حيمر. خلي يشوف بس. تشريع قانون. النموذج مكاتب المفتشين نموذج مشوه جاء عن التجربة الأمريكية. الأمريكية تدري شو تقول؟ مفتش عام واحد ومكاتب مفتشين واحد كديوان الرقابة الماء. إحنا سوينا 40 جبنة. خلينا شكرك السيدة عارية نصيف عضو اللجنة القانونية النيابية، شكرا جزيلا. شكرا أيضا للسيد سعيد ياسين العضو المراقب في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، شكرا لحضوركم. يا هلا مرحبا.
في الوقت الذي يدافع فيه عبد المهدي عن نسبة إنجاز برنامج الحكومي وفق تقدير جهات حكومية ب 79%، ترى أطراف مراقبة أنه تقدير مبالغ فيه، فلم تصل هذه النسبة ولا حتى إلى 39%، وهناك آخرون يرون الإنجاز أدنى من ذلك، وجاء البرلمان ليقول بتقارير اللجنة المختصة بمراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي أن نسبة الإنجاز 36.5. أما المراقب فيبحث عن الموضوعية في التقييم بعيدا عن الأهواء والميول، ولو إنها أمنية صعبة التحقيق في بلد تتقاسم الإرادات. نشاهد هذا التقرير. في الوقت الذي يدافع فيه عبد المهدي عن نسبة إنجاز برنامجه الحكومي الذي قدرته جهات حكومية ب 79%، ترى أطراف مراقبة أنه تقدير مبالغ فيه، فلم تصل هذه النسبة ولا حتى 39%. أما أطراف من لجنة الخدمات النيابية فترى أن أصل الإنجاز لم يرتقي فوق مرحلة الصفر لحد الآن، فلا خدمات ولا تعيينات ولا توفير سبل العيش الكريم، والغلاء يزداد والبطالة وتردي الواقع الصحي بازدياد أيضا. وحتى سيطرة الحكومة الاتحادية لم تصل حتى تطبيق الاتفاق النفطي مع كردستان، وهذا أضر بالموازنة ولم يدعمها. هذا الكلام لنواب عدة آخرهم كان عضو اللجنة النيابية علاء ربيعي. هنا ينبري عبد المهدي ليقول: كن منصفا يا سيد النائب، ذنبي أنا قد قمت بالواجب، أنا الذي فرض الاتفاق على كردستان، ما الذنب إن نكلت هي الآن. ويقول عبد المهدي: أنا الذي رفع الصبات عن بلدي والسيطرات التي تحتار بالعدد، أنا الذي حزم القرار وأحسن الاختيار وفتح شارع المطار، أنا الذي دعم النزاهة وكشف المستور ونقل ملفات الفساد من الظلام إلى النور، أنا عبد المهدي زاد نتاج الحنطة في عهدي والتمر الخستاوي والبربن والزهدي. ويأتي الطرف الآخر فيقول: في عهدك تردى الحال وزادت المخدرات والكريستال، والشعب عطل البطال، وزاد تهريب الغاز والبترول، وحرائق الحنطة تنسب لمجهول، وليس الحال بمأمون، فالمجرمون والفاسدون يهربون من السجون. وبين هذا الرأي وذاك نبقى في دائرة الاستهلاك، فالبلد يعتمد على الاستيراد والاقتصاد يعاني الإهمال والكساد. أهلا بكم. نناقش ملف البرنامج الحكومي ونسب نسب الإنجاز المختلفة بين نسبة حكومية 79%، نسبة برلمانية 36.5، نسبة تيار الحكم المعارض اللي يتحدث أنه نسبة إنجاز البرنامج الحكومي لم تتعدى 38%. نناقش هذا الملف مع السيد بشير الدراجي، عضو تيار الحكمة، سيد طالب الأحمد الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم والله بالخير. أهلا وسهلا. يا هلا مرحبا. أي سيد بشير، يا نسبة نصدق إحنا كمواطنين اليوم جاي نباع هذا النزاع السياسي، يا نسبة، نسبة الحكومة نصدقها، نسبة البرلمان، نسبتكم، ليش ما نعتبرها كلها نسب غير حقيقية، غير صادقة، باطلة، خاضعة لإرادات وأمزجة سياسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لجنابك ولضيفك الكريم ولجمهور قناة الشرقية. بالتأكيد اليوم المباهلة مع الحكومة والمكاشفة مع أدوات السلطة هي كاشف حقيقي، وأيضا قضية النسب وقضية المشاريع وقضية الإنجاز لا يمكن أن تخفى. يعني اليوم أنا وأنت والمواطنين والمشاهدين إذا صار أكو نسب إنجاز موجودة على أرض الواقع بالنتيجة راح نشوفها. إيه أكو، هذا المستشفى أكو، أكو. لا لا أكو، شفنا أكو. أنتوا تقولون نسبة الإنجاز ما تجاوزت 38%. نعم صحيح، هذا تقرير تيار الحكمة. نعم. يقول لك لا، أكو رأي آخر يقول لك لا، ليش هي قليل عملية رفع الكتل الكونكريتية اللي تيار الحكمة بالتحدي، شوف شلون ابتسمته مستهين بها، يقول لك هذا إنجاز كبير وساهم بتخفيف هاي المعاناة النفسية الموجودة عند المواطن العراقي، يفوت المنطقته، يطلع من منطقته براحته، فتح المنطقة الخضراء، فتح شارع المطار، حتى تسليك المجاري اللي ذكر في البرنامج الحكومي
أمر مهم وجيد، الحكومات السابقة لم تقم بهذا الأمر، كنا نفيض بالشتاء. يعني أمر واقع، اليوم نتحدث شوف أولاً موالاة. أولاً إيه مبين واضح لك، أولاً إحنا اليوم اليوم التقييم يجب أن يكون موضوعي ومقيوس على بعض الأشياء. الحكومة اليوم تعتبر ومن المفترض أن يكون حكومة إنجاز، بسبب الحكومات السابقة كان أكو تحديات كبيرة على مستوى الدولة مو بس على مستوى الحكومة، أكو قاعدة وأكو إرهاب وأكو داعش وأكو طائفية وإلى آخره. فرغنا من كل هذه المواضيع وأتينا إلى حكومة يفترض أن تكون فيها برامج وفيها فعاليات وفيها إنجاز. وبعد 9 أشهر أو 10 أشهر أنتم شايفين هذا الإنجاز حاضر. اليوم إحنا حاكينا اليوم الحكومة حسنا فعلت عندما قالت أنا عندي منهاج حكومي وعلى أساس هذا المنهاج الحكومي سأقدم تقريرا كل 6 أشهر. هذا أمر جيد نصفق له وهو أمر إيجابي. هذا التقرير اللي خلال 6 أشهر صدر، إحنا إجينا هذا التقرير وفق مختصين ولجان حاكينا هذا التقرير، طلعت نسبة الإنجاز بنفس المعايير اللي اعتمدتها الحكومة ما تتعدى 38، ما تتعدى 38. بالإضافة إلى أكو مشاكل حقيقية في بنية هذا التقرير. تدرون جاي تقولون يا معارضة، جاي تقولون الحكومة بتقريرها بالنسبة 79 حكومة غير صادقة، نعم، لا تمتلك الشفافية، نعم، ولا تصارح الشعب بالحقيقة، نعم، فيما يخص هذا التقرير، وهي لم تنجز إلا 38. فيما يخص هذا التقرير لم تنجز غير سوى 38. وبعض الأشياء اللي هي لا يا تيار الحكمة، لو أنجزت 100% حتقولون ما أنجزت غير 38 وأقل من 50 وصارت طوال. هذا غير صحيح. أولا إحنا معارضتنا هي معارضة تقويمية، أنت اليوم تعرف وأنا أعرف هذه نسبة الرقابة اللي أثارت الشارع وأثارت الكتل البرلمانية اليوم وأخذت تدقق في النسب، أنا متأكد سيكون تدقيق كبير على نفس اللجان اللي قدمت هذه النسب للحكومة. يعني اليوم أنت لا يمكن أن تتحدث عن مجموعة من المشاريع وتقول راح أنجزها في 2019 وأنت أصلاً في موازنة 2019 ما حطنا تخصيص مالي. أجيك عليه. هذه مشكلة كبيرة. هذا واحد. أجي على هاي النقطة. خلي أوزع الوقت بشكل متساوي إذا تسمح لي. سيد طالب أهلاً بك. ما تشوف غريب ويجوز معيب همين إنه حكومة تخلي ببرنامجها الحكومي وتعتبرها قضية استراتيجية تسليك المجاري، أو همين قضية استراتيجية ونقطة مهمة جداً رفع الكتل الكونكريتية، وكأنه هاي الحكومة يعني معتبرة هاي الكتل الكونكريتية جدار برلين وأزالته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. أولا أنا أتحفظ على ما جاء في التقرير قبل الاستضافة، فيه مبالغة كبيرة وإثارة إعلامية تجانب الصواب. ثاني السيد عادل عبد المهدي يعني طريقة يعني إعداد التقرير والحديث والتوحي بأن البلد كأنما منتهي وفي فوضى تامة. يا رجل هسه غير منتمي كاتب ومحلل سياسي. أنا إلا إذا تريد تعبر عن انتماء معين. لا ولست حتى محلل سياسي، أنا مجرد كاتب ولي يعني آرائي في ما يتعلق بالمشهد السياسي. من حقك الاعتراض والتحفظ. النقطة الثانية، مجرد هذا النقاش الآن اللي جاي يدور حول البرنامج الحكومي والمنهاج الحكومي بذاته هو علامة صحية، بذاته دلالة عافية في المشهد السياسي. نحن الآن تجاوزنا مرحلة الشعارات والارتجالية ومرحلة الشخص، الآن الشخص في خدمة الدولة، الحكومة في خدمة الدولة، البرنامج في خدمة الدولة. هذا ما يعتبر منجز للسيد عادل عبد المهدي. صارنا 15 سنة احنا. اسمح لي. صارنا 15 سنة بهاي البرامج السياسية ونحكي بكيفنا ونسولف بحرية وننتقد. الآن هنالك برنامج واضح، بدليل الآن كما تفضلت الأخ من تيار الحكمة حدد نقاط. هذه بذاته قضية مهمة، أنه أنت يعني تتابع البرنامج الحكومي وتحدد هذه النقطة. قصدك في الحكومات السابقة حتى ما عندي معايير حتى أقيس النجاح من الفشل وأخلي نسبة. الآن لدينا معيار، لدينا بوصلة، لدينا هدف واحد. لكن شنو المشكلة؟ المشكلة عندنا سقف توقعات عالي في البلد كله، لدى المزاج الشعبي هناك سقف عالي من التوقعات، وهذا بذاته أيضا يعكس حالة إيجابية. البلد تعافى أمنيا إلى حد كبير، هناك إنجازات، المستوى الاقتصادي لعامة المواطنين بشكل عام أصبح أفضل من السابق، الحياة اليومية تفاصيلها أصبحت أفضل من السابق، المواطن بالتالي يطمح إلى دولة رفاهية. يعني سابقا نحن ولو راجع الفضائيات قبل سنوات
يشوف المواطن كان كل هذا يركز على نريد الامن اريد امن ما اريد تفجير الان لا الامن اجي اريد ماي وكهرباء مو بس كهرباء وماء الان كهرباء خب افضل من السابق لا اقول هي بمستوى الطموح لكن الان المواطن بحكم ايضا وسائل التواصل السفر حركه سفر مو طبيعيه بالبلد وسياحه مستمره فالمواطن يشوف بلدان اخرى يشوف ما يجون سواح اسمح لي اسمح لي المواقع الاثريه كاتلها الوسخ لا 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 وين احنا وين نروح سواح وجاي ناخذ العمله الصعبه نعطيها للدول لا الاخرى لا انا قصدي مو فقط ليش احنا داخل البلد في كردستان سياحه ما شاء الله يعني هذا مو عراق هي تبقى يعني هذا مو عراق لا عراق لا اسمح لي عراق ومدارية الحكومة والله نعرف عندما نجد اسمح لي عندما نجد مؤسسات سياحية ومعالم سياحية مبهرة في إقليم كردستان هذا نجاح أيضا للحكومة وللعراق وللبلد ولنك عراقيين عندما نجد ناس تذهب للبصرة ويعني تلاحظ أيضا هناك معالم الجمال تطور في المؤسسات السياحية أنا لا أقول يعني أنا لنتكلم بواقعية أخي الكريم نحن لا يعني يجب أن يكون هنالك إدارة جيدة لسقف التوقعات اللي تريد من قبل من الإنصاف السياسية. من الإنصاف لا لا من الإنصاف من الإنصاف الحديث اسمح لي بس اسمح لي نعم تفضل اللي تريد تقوله ولربما نتفق وياك من غير المنصف أن نقول أن حكومة السيد عادل عبد المهدي لا تمتلك أي منجز بالتأكيد لكن هي في طور بالتأكيد. تحسين وتطوير بالتأكيد. منجزاتها بالتأكيد. خدمة للمواطن بالتأكيد. العراقي بالتأكيد. الحكومة حتى تعمل. عملية رفع الكتل لبعض القوى اللي بعض القوى مستهينه بها اللي بعض القوى مستهينه بها ايضا استهنت بها لا لا ابدا لا لا ابدا انا بدايه كلامي انت قلت رفع الكتل رفع الكتل يا سيدي ليس مساله بسيطه ايه؟ اصلا هو قرار فتح المنطقه انا قلت بدايه يسم كلامي يسهم في مكافحه الفساد يسهم في تسهيل حركه المرور بس حتى اوضح له دلالات ثقافيه دلالات نفسيه انا كمواطن في منطقتي كان من عسكره المدينه من عسكره المجتمع انا كمواطن انجازات مهمه ينبغي ان نفعلها انا كمواطن في منطقتي واسمعني سيدي انت كم كسبت من الوقت بسبب في منطقتي الان ادخل وافوت براحتي في حين قبل 4 أشهر او 5 أشهر لازم افوت من عدد من المنافذ بسيطرات بطابور طويل عريض فهاي القضيه اللي حضرتك سميتني طيب. مستهين بها لا لا ابدا انا طيب اقول لك كسب الوقت ليس انجاز بذاته اقول لك وجهه نظر المواطن الموظف وجهه نظر الاطراف المستهينه بهذا الانجاز طرح قضيه مهمه سيد طالب وبالفعل هي يعني تحسب للسيد عادل عبد المهدي اليوم اكو معايير يستطيع تيار الحكمه اي 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 كتله سياسيه البرلمان يقول نسبه انجاز الحكومه هلقت سواء تتفقون يا الحكومه بنسبتها او اقل او ادنى في السابق في الحكومات اللي اشتركتوا بيها حتى ما نعرف شنو المنجز ما عندنا معايير حتى نقيم وكنتوا تدافعون عن هذه الحكومات التي فشلت وفسدت يعني بالتأكيد أولا أحب أن أقول ملاحظة معينة هنالك مشكلة حقيقية في تشخيص المنجز من الأعمال اليومية أنا أقول لك أن قرار فتح الشوارع ورفع الصبات من زمن حكومة العبادي كان قرارا متخذا والقوات الأمنية متخذة هكذا قرار لكن معطل أجت هذه الحكومة شالت الصبات وهو أمر حسن لكن إذا نجيبه ونرتبه ونوديه إلى حد الإنجاز فهذه كارثة معناها إذا نريد نبني مشاريع عملاقة يعني نسويها إعجاز مو إنجاز هذه كم معجزة يكون بنينا مشروع عملاق أنا أعتقد أن فتح الشوارع من يوميات الحكومة الاعتيادية بما نقول لها شكرا لك إنه نعم لكن واجبها مو منجز يومية ليس منجزة لأنها لم أنا أقول لك بتليفون واحد ربما من مكتب رئيس الوزراء أمر أحد قيادة العمليات ورفعوا الصبات مال شارع منجز بتليفون هذا عجيب هذا أمر غريب جدا والتحقيق الأمن تحقق في تلك الدورة وكنا نعرف أن القضاء على داعش وانتهاء المعارك في ذيك الدورة فلا يمكن أن نحسب هذه الدورة حققت أمنا وفتحت شوارع فتح الشوارع المنجز هو الذي يتطلب جهدا كبيرا والذي يتطلب تخطيط ويتطلب جلب شركات عملاقة كبيرة واليوم نقول هذا صرح كبير منجز حققناه للشعب العراقي لا أعتقد أن قضية فتح الصبات بالإضافة إلى أنه أمر حسن لا نعتقد لا ترتقي إلى منجز وإذا ذهبنا بها إلى منجز فتلك كارثة كبيرة في فهمنا للمنجزات هذا أمر رقم واحد رقم اثنين أنا لا أتحدث عن أريحية الناس وأتحدث عن الرفاه اليوم اللي يصور لمجمل الشعب العراقي هذا أمر حق وطبيعي أنا أتحدث عن ما قالت الحكومة إلى اليوم ولا جهة رقابية ولا منصف ولا منظمة معينة قالت أن هذا التقرير التي أصدرت الحكومة
هو وفق معايير صحيحة ومعايير واضحة، وهذه المعايير فعلا اكو مصداقية. انا عنده مشكلة بمصداقية 79%، وهذه المصداقية تصل الى حد النص، تصل الى حد النص. اللجنة البرلمانية عندما اعلنت 36 المعنية بمراقبة المعنية البرنامج طبعا بالبرنامج الحكومي، والمعارضة اليوم كجهة طبعا المعارضة ليس في تعرف شو تقول هاي اللجنة البرلمانية بالتقرير البرلماني؟ نعم. البطاقة التموينية مشكلة لم تعالج. نعم. اكتفت في هذه الست شهور في قضية البطاقة. زين. هو إعداد دراسة. البطالة بارتفاع. إعداد دراسة حول البطاقة التموينية. طبعا هاي اتفق وياكم إلى حد ما قريب من عندكم يعني. نعم. أكو نوع ما من التوافق. نعم. البطالة بارتفاع. صحيح. الفقر بارتفاع. صحيح. زين. التقرير الحكومي يتحدث عن مشاريع. ولك سيد الفقر طالب. كيف بارتفاع؟ شو المعايير؟ ما أعرف. اسأل الجماعة. على الأقل هم اللي عدوا تقرير. أنا أقول لك شنو الفقر. يعني مستوى الدخل ومستوى الإنفاق الآن في البلد كيف؟ أنا أقول لك أكو ثلاث محاور تني عن الفقر. زين. إذا كان تعيينات فتح لأبواب تعيينات حكومية. هذا رقم واحد. بالنتيجة أكو بطالة راح يستوعب هاي البطالة، هذا واحد. اثنين تنشيط القطاع الخاص. تنشيط القطاع الخاص اللي هو الأساس في قضية تشغيل العاطلين عن العمل. والخريجين يوميا انا كل سنه عندي الاف الخريجين جاي يتخرجون من الجامعات والناس في بطاله كبيره من مهندسين من يعني هسه السيد عادل 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 يعني سيد عادل عبد الحكومه تتحمل سيد بشير يا سيدي هاي مشكله هذه المشاكل هذا حلها ليس بهذه السهوله أمر هذه حلها ليس بهذه السهوله اخي أنا هذه مشاكل وعاني منها حتى كل دول العالم كثره الخريجين وقلة فرص العمل نعم العزيز كنت مجالس للدكتور عادل عبد المهدي لفترات طويله وهو رجل اقتصادي وذو عقليه اقتصاديه ودائما ما يكتب في مقالاته وينظر حول تنشيط القطاع الخاص. ليش تجاوب السيد طالب وتقول نعم هي مشاكل قديمه لكن من قبل ان يتصدى للمسؤوليه ووضعها في البرنامج الحكومي عليه ان يقوم بما قال بما وضع في البرنامج الحكومي ويقوم بإجراءات لحل هذه المشاكل يقول لك لا يقول لا لك بتقريرهم أي إجراء ماكو لا فيما يتعلق لا هذا بس أكمل سؤالي لا في تقريرهم لا فيما يتعلق بالبطالة وتقليل البطالة لا فيما يتعلق هذا تقريرهم لا فيما يتعلق بالبطاقة التموينية وحل مشكلة البطاقة التموينية اسمعني جهة المعارضة يعني لا تريد أن تظهر أي إنجاز لا 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 أبدا مو هذا اسمعني هاي طبيعة المشهد السياسي في العراق مو هيك عزيزي يعني سيد بشير لا حتى حوارنا يكون هادف انا حسأل من فضلك تقريركم ليس مرجعيه ليس مرجعيه قانونيه تقريركم وليس مرجعيه حتى علميه خليك وياي سيد طالب سيد بشير تقريرنا حاكم وحاكم التقرير الحكومي اعطيني مجال اعطيني مجال اعطيني مجال من فضلك اسمح لي بس اعطيني مجال اسال واترك لك الاجابه تفضل يعني تريد تقول لي اكو خطوات ملموسه الان انا شايفها وحضرتك شايفها وكل عراقي شايفها لتقليل هسه ما اقول لي انهاء البطاله لتقليل البطاله ولتقليل نسبه الفقر تريد تقول لي اكو خطوات ملموسه الان موجوده لحل مشكله البطاقه التموينيه يا سيدي توجد خطوات ويوجد عمل ويوجد ما تعمل الحكومه ماذا ما تعطيني اياها ما تقول لي وين هاي الخطوات لا يا سيدي هنالك انجازات وهنالك عمل لكن للاسف هنالك اثارات اعلاميه تحاول فقط تركز على الجانب السلبي لا احد ينكر هنالك جوانب سلبيه هنالك تقصير في العديد من مؤسسات الدوله هنالك انجازات دون مستوى الطموح لكن لا ينبغي فقط ان نلعن الظلام هذه حقيقه مساله يجب ان ننتبه لها كل الكتل السياسيه سواء كانت معارضه وحتى غير معارضه لكنها بالمحصله تتكلم بلسان معارض رغم هم موجودين في الحكومه في مؤسسات الدوله هذا الكلام يعني شو التلاعب بمزاج الراي العام التاثير على مزاج الراي العام لا يخدم البلد لا يخدم حركتنا يعني بالبلد يا اخي هو سيد طالب هسه هم سيد بشير لحظه انتم سياسيين كتله سياسيه جهه سياسيه انا كمواطن ما اصدقكم نعم ما اصدقكم ومن حقي مو او من حقي اصدقكم اتركني انا كمواطن منتخب مجلس النواب اللي خرجت الحكومه من عنده طيب. مجلس النواب يقول نسبه الانجاز الحكومي 36.5 حتى اقل من النسبه اللي تحدثوا عنها يا همين البرلمان طيب ما صدق طيب البرلمان هو يعني ما قاله البرلمان هل هذا هو خلاص يجب ان نعتمده كمرجع لا معارضه ولا برلمان اسمح لي اسمح لي نائب البرلمان قال نسبه الانجاز صفر في قطاع الخدمات كيف يكون صفر هل هناك مواطن مهما كان موقفه من الحكومه يعقل بين الحكومه طيله هذه الاشهر حقق صفر في تريد شلون تعرف شلون صفر تريد شلون تعرف شلون صفر اسمح لي هذه حقيقه هذه التصريحات في كثير من هدفها كسب مزاج التناغم مع مزاج الشارع
أو بالأحرى تحقيق مكاسب سياسية والظهور بمظهر أنه هذه الجهة أو هذا الفريق أو هذا الفريق بأنه هو حريص على مع المواطن مع قضاياه لكن هذا الأسلوب حقيقة يغبط حقوق المواطن نفسه لأنه لا يعطيه الصورة الحقيقية عن ما يجري في البلد. نقطة أخرى أحب أن أشير لها، تيار الحكمة هو تيار كما نسمع من تصريحات الأستاذ وتصريحات القيادين الآخرين في تيار الحكمة يقولون نحن نعمل معارضة لتقويم أداء الحكومة ونحن لسه معارضة سلبية. طيب المعارضة الإيجابية لا تقوم بالتشهير، المعارضة الإيجابية اسمح لي هذه القضايا التي تثيرها الآن ممكن أن تناقش في ضمن توجد قنوات تواصل بين رئيس الوزراء وبين النواب بين كتل اخرى هنالك ممكن مناقشه هذه الامور. اقول انت اليوم انت مع احترامي سيد بشير لحظه سيد بشير من فضلك مع احترام كلامك ومع كل تقدير هذا الكلام شنو هذا الكلام؟ أنا مواطن الآن من حقي أطلع على برنامج الحكومة ومن حقي أطلع على برنامج المعارضة وتتعاملون وياي بصدق وبالشفافية، ليش تتحدث عن غرف مظلمة؟ لا أمام لا 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 ليس غرف مظلمة لا يا سيد أنا أقول الدولة فيها قنوات تواصل برلمان أجهزة رقابية يعني وسائل إعلام يعني قصدي هنالك أنا هنالك فرق بين التشهير أو أنت تستخدم مفردة معينة لأجل يعني إساءة سمعة الحكومة أو لإعطاء صورة سلبية وقاتمة تماما أمام الرأي العام عن أداء الحكومة. هناك فرق بين الهدف وبين أن تكون لك هدف أنت حقيقي لاحظت أنه النسبة المطلوبة في الإنجاز هي دون مستوى الطموح، هذا بالعكس أمر حسن أن يكون هناك تباين في موضوع تقييم نسب الإنجاز هكذا نسبة هكذا نسبة، هذه ممكن أن تحل بالنقاش الوطني وبالحوار الوطني وبالقنوات الموجودة يعني. ما تقومون به أعتقد ما تقومون به يعني حركة سياسية من تيار سياسي خسر مناصب يريد يعني يستعيد نفوذه وسيطرته وقوته، وما تقومون به بكل بساطة هو مو تقويم هو هدم. إذا عندكم شيء عندكم أنتم البرلمان موجود، روحوا قوموا عمل الحكومة من خلال البرلمان مو من خلال تقرير ما أعرف فلان مشروع توقف وفلان مشروع ما أنجز وجاي تنتقدون رفع الكتل الكونكريتية وجاي تنتقدون تسليك المجاري، هذا مو عمل معارضة. عمل المعارضة في البرلمان ناك روحوا قوموا، مو عمل المعارضة في وسائل الإعلام هيك صورت حديثك بالطبع من أجل الهدم. أولا يعني أمر طبيعي أنه أنا أعتقد يجوز هو ما مطلع حتى على التقرير الحكومي هسه ما أعرف التقرير الحكومي. المعارضة اللي سوتها بالضبط الآتي، أصدرت الحكومة الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقريرا حكوميا يتحدث عن نسبة إنجاز لمدة 6 أشهر. إجت المعارضة هذا التقرير نفسه حاكمته وتعاملت معه بمعايير وموازين علمية دقيقة وطلعت نسبة الإنجاز 38% وفق أشياء علمية عرضت على الرأي العام. إحنا اليوم إذا الحكومة تقول 79% وتعرض على الرأي العام وكل وسائلها الإعلامية تذهب بنسبة نعتقدها أنها كذبا وتدليس، أنت تجي تحاسبني أن أقول للشعب ترى هذه النسبة مو صحيحة وتريدها أروح أطمطمها جوا الغرف المغلقة؟ أنا اليوم كمعارضة ما عندي تواصل ودي يا سيد، لكن نسبتك ليست هي كلمة الفصل، نسبتك ليست هي كلمة الفصل وليست هي المرجعية. أنا ما قاطعتك خل أخدمك. أنا كحكومة اليوم أعرض ما عندي أمام الرأي العام، والرأي العام من حقه أن يتابع ويراقب وباشر عقبه يحاسبني. قلت ليش ما جيت؟ قلت لي هذا واحد. اثنين، أنا أقول لك واحد من وزراء الموجودين حاليا في الحكومة مجرد ما أعرضنا التقرير ونسب الإنجاز وزير الصحة جاء مسرعا الى احدى الفضائيات وقال عمي نسبكم صحيحه، احنا ما عندنا هالقد نسب. وزير في الحكومه يعترف اعتراف واضح انه لا توجد هكذا نسب، مال احنا نطمطم على الناس هذا ثانيا. ثالثا، الممارسه الاعلاميه والشعبيه موجوده ولدينا ممارسه داخل مجلس النواب، لدينا 5 ملفات لخمس وزارات جاهزه للاستجواب الان في عطله تشريعيه مجلس النواب. مجرد ما يعقد مجلس النواب سنحاكم عندي دقيقة سيطالب في ملفات فساد. عوفني من تيار الحكمة جهة سياسية أو نص دقيقة، المخرج يقول لي نص دقيقة. عوفني من تيار الحكمة جهة سياسية عندهم أغراض، عوفني من البرلمان أيضا قوة سياسية عندهم أغراض. زين المرجعية وخطابها الأخير،
المفجعية تمثل ضمير الناس. زين ضمير الناس يعني يقول وين راحت المليارات وشنو الحال؟ هذا مو اعتراض على هذا السؤال. هذا وجه فقط لا وين الحال؟ لا لا هذا فقط سأله وين الحال؟ إلى متى يعني تبقى معاناة يعني الناس مستمرة؟ هذا مو إدانة للحكومة بأنها لا تقوم بعملها؟ لا لم يقل أحد. لا أنا دا أقول نعم. من تسأل المرجعية وين راحت أموال العالم؟ هذا سؤال موجه لكل القوى السياسية. ليش سيدي هذا ليس فقط ليش المعاناة مستمرة؟ أين الحل؟ مو إدانة للحكومة الحالية لأعلى الفساد تريد تعزيز الدور الرقابي في جميع مؤسسات الدولة وإنجازاتها وسيرها على هذا الخط واضح جدا للجميع، لكن أنت تريد أن يتحقق كل شيء في ظرف زمني كلش قصير. نحن الان نتحدث وكأن السيد عادل عبد المهدي عند الفانوس السحري وتريدون وكأنما باقي على عمر حكومه شهرين، مضى ثلاث سنوات ونصف والان نريد نقيمها. طالب الاحمد الكاتب والمحلل السياسي، حتى الان البرلمان لم والله يصوت اتمنى اعطيك الوقت واستمر بهالحديث الممتع. يجب ان يتعاون الجميع اذا ارادوا انجاز حقيقي للبلد، فيجب ان يتعاون الجميع مع الحكومه في هذا المنهج. سيد طالب الاحمد الكاتب والمحلل السياسي، اسف ما ظل عندي وقت، ارجو المعذره وارجو ان تسامحني. شكرا لحضورك، شكرا ايضا للسيد بشير الدراجع عضو تيار الحكمه، شكرا لحضورك، شكرا جزيلا. من غير المنصف ان نقول ان حكومه السيد عادل عبد المهدي لم تقدم شيئا للشعب، لكنه اي شعب ينتظر من الحكومه الاداء والانجاز الافضل. عموما أثبتت التجربة أن الرؤى الشعبية لا يؤخذ بها في نهاية المطاف، فالأمر متروك عادة للرؤى السياسية وفق المصالح الحزبية. هنا ينكمش الأداء بين تقاطب الأجواء واختلاف الأهواء.